السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم. فيديو اليوم رح فرجيكم كيف صنعت أحلى أطباق لرمضان على شكل هلال ونجمة وطربوش بتكاليف بسيطة جدا، استخدمت فيها الكرتون والقماش فقط. فينا نستخدمهم كزينة أو أطباق حلويات وتمر وضيافة. بفيديو الماضي حضرت لكم أفكار كتير حلوة لرمضان بتكاليف بسيطة جدا، إذا ما حضرتوا الفيديوهات فيه رح أحط لكم الرابط بأول تعليق وادخلوا وشوفوا بقية الزينة. وهلأ خليكن معي لنبدأ سوا بطريقة الصنع. رح نبدأ أولاً بطبق النجمة. رح نرسم بالبداية نجمة، أنا استخدمت مثل ما شايفين قدامكم بالفيديو هاي النجمة للرسم لأن موجودة عندي، بس أكيد فيكن ترسموها وبعدها من قصة باستخدام المشرط. طبعاً منحتاج لقطعتين على شكل نجمة، وبعد هاي الخطوة رح نبدأ بعملية تغليف النجمة. نحضر أي نوع قماش متوفر عنا بالبيت، وطبعاً فيكن تختاروا ألوان تانية. رح نقص القماش على شكل نجمة، وبعدها بفرد السيليكون نقوم بتغليف الكرتون مثل ما شايفين قدامكم بالفيديو. وهلأ من بعد ما انتهينا من تغليف النجمتين نحضر كرتون لحواف النجمة. أنا قصيت الحواف بعرض 5 سنتيمتر، ونبدأ بثني هذه الكرتونة حتى يسهل العمل بها، وبعد ذلك نبدأ بتغليف الحواف بالقماش بالطريقة اللي شايفينها قدامكم بالفيديو. وهلأ رح أبدأ معكم بالطبق اللي على شكل هلال. نحضر كرتون ونرسم شكل الهلال، بعدها باستخدام المشرط نقوم بقص الشكل المحدد. وهلأ رح نبدأ بعملية التغليف.
طبعاً مثل ما ذكرت سابقاً فيكن تختاروا نوع ولون القماش اللي بدكن إياه والمتوفر عنكم بالبيت. خليكن معي لتشوفوا تفاصيل التغليف بالكامل.
وهيك بكون انتهينا من فيديو اليوم. بتمنى الفيديو ينال إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب، وينعاد عليكم بالصحة وبالعافية.